الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا احد، الملك الحق المبين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيب الحق وشفيع الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين، وعلى جميع أولياء الله الصالحين ونحن معهم بمحض فضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، آمين. واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما من الشر معصوما، آمين. ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، آمين. اللهم ادخلنا الجنة برحمتك، آمين. وأجرنا من النار بعفوك، آمين. اللهم وألف بين قلوبنا، آمين. اللهم يا رب اجمع بين قلوبنا، آمين. اللهم يا رب اجعلنا متحابين فيك، آمين. متزاورين فيك، آمين. اللهم يا رب اجعلنا على قلب رجل، على أتقى قلب رجل واحد، آمين. وعلى أصدق قلب رجل واحد، آمين. وعلى أحب قلب رجل لوجهك يا أكرم الأكرمين، آمين. يا رب العالمين. سيدي إدريس، اللهم يا رب هذا المولود، اللهم يا رب بارك له فيه، آمين. اللهم يا رب اجعله من الذرية الصالحة، آمين. التي تعبد الرحمن وتطرد الشيطان، آمين. وتحفظ القرآن وتعمل، آمين. به يا أرحم الراحمين، آمين. اللهم يا رب اجعله من الذاكرين، آمين. اجعله من القانتين، آمين. اجعله يا رب زيادة في الرزق، آمين. وفي الإيمان وفي الإحسان، آمين. اللهم يا رب بارك لهما، بارك لي له ولزوجته في صحتهما يا أرحم الراحمين، آمين. يا رب العالمين. سيدنا فقر جميعا، اللهم يا ربي عشر الخطوات، آمين. اللهم يا ربي عشر الخطوات، آمين. اللهم يا ربي شعشع الأنوار، آمين. اللهم يا ربي عرفنا بك حق معرفتك، آمين. حتى لا نجهلك في أي حال يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. بما أن المناسبة هي مناسبة العقيقة لسيدي ياسر بن فقير إدريس، فلا بأس أن نذكر بعضنا ب سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه المناسبة. فقد عرف الفقهاء العقيقة بأنها هي ما يذبح من النعم في اليوم السابع من ولادة المولود، وهي سنة نبوية قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ذبح لولديه الحسن والحسين شاتين لكل واحد. فقال العلماء بأن حكمها يدخل في باب المندوب، وقال بعضهم بأنها سنة، وذهب الآخرون إلى كونها سنة مؤكدة، والقول الجامع في ذلك أنها سنة نبوية قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث عقى لأولاده، وقام بها الصحابة رضوان الله عليهم، وقام بها صلى الله عليه وسلم أيضا لأبناء الصحابة. حكمتها التي شرعت من أجلها العقيقة هي شكر الحق عز وجل على نعمة الولد، وشكر الله سبحانه وتعالى على سلامة أمه، حيث نجاها الحق عز وجل من أخطار المخاض وصعوباته ومشاقه. فللمخاض مشاق لا تعرفها، لا تعلمها إلا الأنثى، لذلك فسلامتها بعد الوضع لهي نعمة من الحق عز وجل، كما أنها شرعت كأنها فدية يفتدي بها الأب أو الوالد أو ولي أمر الغلام، كأنه يفتدي بها جسد ابنه من كل ضرر ومن كل بلاء. فكانت هذه العقيقة، هذه الأضحية، هذه الذبيحة كأن الأب يدفعها قربانا للحق عز وجل، حتى يدفع عن ولده كل ضرر وعن أمه كذلك. وهي تذبح في اليوم السابع من ولادة الغلام، فإذا ولد قبل صلاة الفجر، إذا ولد الغلام قبل صلاة الفجر أو عند وقت الفجر، فإن اليوم الذي ولد فيه يحسب له من الأيام السبعة. أما إذا ولد بعد الفجر فلا يحسب ذلك اليوم من الأيام السبعة، ويعد ما بعده من الأيام هو أول أيام العد. يقول الفقهاء بأن أحسن أوقاتها
أوقات ذبحها من وقت طلوع شمس اليوم السابع إلى وقت الزوال، هذا أحسن الأوقات، ويسري وقتها وقت حليتها أو وقت أن تجزأ هذه الذبيحة إلى وقت المغرب، فلا تجوز بعد غروب شمس اليوم السابع. قال بعض الفقهاء بأنها تسقط إذا غربت شمس اليوم السابع، وذهب بعضهم استنادا إلى قول إلى حديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنها تذبح إذا لم يتيسر ذبحها في اليوم السابع، فإنها يجوز ذبحها في اليوم الرابع عشر أو في اليوم الواحد والعشرين، ولا تجوز بعد ذلك على قول العلماء. من السنن التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم في العقيقة أن الغلام يسمى في هذا اليوم السابع، يسمى في اليوم السابع أي عند ذبح الذبيحة يسمى الغلام أو تسمى البنت، وخير الأسماء كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حمد وعبد، أي ما كان مذكورا، ما سمي به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم كأحمد والمصطفى، وخير الأسماء ما عبد كعبد الرحمن وعبد الله، فكلها أسماء أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم. من سنن العقيقة أيضا أن يؤذن للوليد في اليوم السابع في أذنه اليمنى، يؤذن له أذان الصلاة في الأذن اليمنى، وتقام الصلاة في أذنه اليسرى، كأنه تذكير لهذا الكائن البشري الذي حل من عالم الملكوت أو من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، كأنه تذكير له بإشهاد الحق عز وجل له بربوبيته، كأنه تذكير لهذا الولد، فهو يسمع كما يقول علماء النفس، فكل ما يقع في الأذن إلا ويسجل في علم لا وعي عند الإنسان، رغم أن هذا الإنسان في اليوم الأول من حياته، فيسجل هذا القول في ذاكرته إلى أن يموت، فيكون هذا الأذان بمثابة تذكير له بعهد الله عز وجل الذي أخذه عنه في عالم الدر، وتبشيرا له إن شاء الله عز وجل بأن يكون من أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن أمة الشفاعة الكبرى. من سنن العقيقة أيضا أن يحنك فم المولود بشيء من التمر، أن يدلك بين يدي المحنك، ومن السنة أن يكون من أهل الفضل، من أهل البركة، ممن عرف بصلاحه واستقامته حتى ينال الغلام أو ينال المولود من بركة المحنك، فيأخذ يستفيد بحلاوة ذلك التمر حتى يكون أول ما يقع في بطنه فيستفيد من ذلك. كما أن من مستحبات أو من مندوبات العقيقة أن يحلق رأسه في اليوم السابع، ثم يوزن ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، هذه هي سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى الاحتفال وشكر الحق عز وجل على نعمة هذا الولد الذي سوف يذكر به الإنسان بعد موته، ويكون إن شاء الله خلفا صالحا يحمل اسمه ويحمل عرقه ويحمل خصائصه الوراثية التي حملها عن أبيه إلى سيدنا آدم، فتكون نطفة إن شاء الله عز وجل صالحة تحمل لواء الحمد ولواء الشكر لله عز وجل، فيكون بذلك استبشارا برزق الله سبحانه وتعالى على هذا الولد، وطلبا منه سبحانه وتعالى أن يكون ولدا صالحا، أن يكون ولدا مخلصا لوجه الله عز وجل.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا عنه ما هو أهله. اللهم يا رب فهمنا عنك حتى لا نجهلك في أي حال ولا مقال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رب نسألك أن تنور بصائرنا وأن تفتح سرائرنا وأن تفنينا عنا وتبقينا بكلابنا أبدا دائما سرمدا. اللهم بارك لنا في سيدي الشيخ. اللهم يا رب أدم طلعته علينا. اللهم أدم إقباله علينا. اللهم ارزقنا الأدب في حضرته. اللهم ارزقنا محبته حق المحبة يا أرحم الراحمين رب العالمين. اللهم يا رب اجعلنا من أهله من أهل صحبته ومن أهل محبته ومن أهل نظرته يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب بارك له في والده سيدي الطيب. اللهم يا رب أكرمنا. اللهم يا رب أكرمه بكل خير. اللهم يا رب أكرمه بكل خير. اللهم يا رب بارك له في قرة عينه. اللهم أره قرة عينه في الدنيا وفي الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم أسعده بك دنيا وأخرى. اللهم أفرحه بك دنيا وأخرى يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إخوان تاع سيدي الشيخ كاملين. اللهم يا رب بارك فيهم جميعا. اللهم يا رب بارك فيهم جميعا. اللهم يا رب بارك فيهم جميعا. اللهم يا ربي أوسع أرزاقهم يا ربي الرزق الحسي والمعنوي يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربي نور القلوب يا ربي يا أرحم الراحمين. جازيهم عن خدمة طريق الله أوفى الجزاء يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربي جازيهم عنا أوفى الجزاء. اللهم يا ربي إننا لا يمكن أن نعبر لهم عن شكرنا وعن امتناننا لفضلهم يا أرحم الراحمين. فجازهم أنت بفضلك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. فقال جميعا اللهم يا رب وحد قلوبنا. اللهم اجعلنا على أصدق قلب رجل واحد وعلى أحب قلب رجل واحد وعلى أصدق قلب رجل واحد قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله. اللهم يا رب ارزقنا الأدب في حضرة شيخنا. اللهم ارزقنا الأدب في حضرة شيخنا. اللهم يا رب اجعل نظرتنا إليه ألد إلينا من العسل يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب ارزقنا صحبته إلى آخر رمق من حياتنا. اللهم ارزقنا صحبته إلى آخر لحظة في حياتنا وبعد الممات وإلى ما لا نهاية من الأزمنة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا ربي بارك في أمة رسول الله وفي أمة رسول الله وفي أمة رسول الله كل سوء. اللهم يا رب ارفع الغلاء والشقاء يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء ما ظهر منه وما بطن يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سيدي ديس اللهم بارك له في غلامه. اللهم بارك له في ولده يا أرحم الراحمين. اجعله خير خالف لخير سلف يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ختم سيدي الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى نبيك ورسولك النبي الأمي وعلى وصحبه وسلم تسليما. اقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.